والأمر إليك فانظري ماذا تعملين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها عليك يا عالم القراء. بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلما قَالَ يَا أَيُّهَا
عليك كان مصر الاول صلى على النبي. قال يا ابي والملأ ايكم برأيه you
مركز الزكاة زيك بمحافظة الشرقية وبيلة بغداري والشيخ ورجع جمعة منصور. وكل الوديعة عندكم عبد الرحمن اسمه كنت رتيب العربية والهندسة الصوتية والمركز الفرش الخضرة سيدي مدر كل الحمد لله الحمد لله عبد العزيز المقيم السيبيريزي مركز طنطا.